متتبعات متتبعي قناة مريم كنزائيس، مرحبا بكم اليوم في واحد الفيديو اللي هو فيديو متميز، فيديو لواحد المكان جميل كنتقدم عنده، ويعني غادي يكونوا كيعرفوه الناس ديال الصويرة، حتى الناس ديال الصويرة اللي ما كيعرفوش انا غادي نوريه ليهم. وصراحة هاد المكان كي كيقولوا اللي ما شريت نزه، جيبوا فيه جولة غيعطيكم افكار، دائما عنده الجديد، اخر ما كاين في الصويره، اخر ما كاين في السوق المغربيه، هادشي ديال الكارلاج وديال السانيتير، واحد الكونطوار اللي هو رائع، كتلقاو فيه اخر ما كاين، يعني داكشي اللي بغيتو، داك انت كتفكري اولا كتفكر تصلحي كوزينتك، صالونك، تبدلي الكارلاج، الحمام، الصراحه عندهم كلشي من احتى للزيد، عندهم كارلاج، عندهم سانيتير، روبينيات، عندهم شي ديال لابيسينات، عندهم كلشي، يعني غادي تمشي وانت مطمئنه. كاين استقبال رائع، الاثمنه ممتازه، يعني ناقصه على ثمن السوق، دائما لي برومو كاينين شي، الصراحه كاين شي كارلاج اللي كتقولي واو هذا غالي ما غاديش نقدر ناخذه، ولكن ملي كتسولي على الثمن ديالو كيكونوا دي برومو اللي تستاهل ان الانسان يزعم ويشريهم. صراحه الاستقبال كيكون استقبال مزيان عند السي جواد وليكيب ديالو، ايكيب زعما كاين ناس اللي عمرها دار بروفيسيونيل. وحاجه مهمه اللي بغيتكم تعرفوها وانه في الكونطوار سانيتير كاين عندهم الاثمنه اللي هما لي بري افيشي بور طول المون برومو، يعني مازال ما تافيشات. صراحه الناس اللي غادي يجيو من طرف القناه ديال مريم كنزائيس غادي تكون عندهم واحد البرومو اللي تقدر، اللي السي جواد هو اللي غادي يحددها لينا، غادي ينقص لينا شويه في الثمن، غينقص لكم شويه في الثمن. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوناش باللايكاتكم واشتراكاتكم، فعلوا الجرس، تابعونا ان شاء الله والفيديو غادي يعجبكم، وفرجه ممتعه، وغادي نتعرفوا على صاحب المحل ولي برودوي اللي عنده الكونطوار، نديروا فيه جوله نوريكم اشنو عنده، صراحه داكشي ممتاز، ونتمنى الفيديو يعجبكم. هذاك التيو ديال الاصول، هذاك التيو اللي داير بالنسبه للتيو، هذاك الريتو كي غادي يستعمل بالنسبه للشوفاج اصول شوفاج، ولكن بالنسبه للاخر اللي كتبها في دريبسون هذاك واحد الجهاز قليل اللي عارفو، ولكن ولا مؤخرا دابا موجود والناس يطلبوه بزاف، لان بديت صوره معروفه بالكالكير هذاك كيهرس الكالكير وفيه تمام مناسب، ولا اخر التكنولوجيا اللي كاينه دابا حاليا في السوق. ها انتوما البنات شوفوا راه مكتوبه ديسكاونت، عقلوا 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 اللي جات راه غادي وبالنسبه للباغالي ديال لا تكنولوجي كاين لا تكنولوجي كلاسيك، هو هذا اكسيسيون اللي شوفوا هذا اللي فيه الازرق هذا تيستعمل هو باش يحيد لي فيليكول ديال الكالكير، غير هو تيستعمل بطريقه اللي هي كلاسيكيه، يعني كتستعمل بالملحه السيل والاغلبيه ديال المعلمين كيعرفوها. وطبيعي الحال عندنا بزاف لي برودوي، عندنا لي شيفون سولير، بالنسبه اللي كيبني دارو راه يقدر يجي يتقدم من هنا من هنايا ويلقى عندهم كلشي، يعني من أ حتى لزيد، يعني لي شيفون سولير عندنا لي بانو سولي دابا اللي ولا دابا اخر ما كان دابا على حسب ان دابا التوجه اللي ولا دابا غالبا الناس يمشيو مع الطاقه المتجدده بالاخص الطاقه الشمسيه، ولا دابا بثمن مناسب تناول الجميع وبجوده عاليه. وطبيعي الحال عندنا داكشي ديال الشوفاج سونترال، كاين بزاف ديال لي برودوي ماشي كاين، تدخل ان شاء الله لداخل عام نخوفوهم، هذه غير لمحه عامه على حساب داكشي اللي هنا بالنسبه للاندستريال ان شاء الله. ضروري من ساقين مرحبا، انا تعكرت قبيله شكرا. يلا دابا غادي نشوفوا هنا لو كوين، هنا خاص بالكارلاج ياك سي جواد، بالنسبه هذا المدخل في واحد شويه ديال الكارلاج باش نعرفوا
الزبناء ديال الاخر ما كاين في الكارلاج. ها هي الان غير لي شونتيون هذا. ونحاولوا نقربوا الرؤيه ديال اي واحد اللي ما كيعرفش المحل ان تنديروا كارلاج. ومن بعد فاش تندخلوا تنشتغلوا في الكارلاج كاين بزاف ديال لي برودوي ابتداء من الاثمنه ابتداء من الجوده ابتداء من الصدر. يعني الحمد لله دابا في هاد لابيريود اللي حنا فيها لابيريود ديال لي بروموسيون يعني الاغلب ديال دي السبعه فيها دي بروموسيون سبيسيال. يلا سربوا دغيا وجيو واحد لا برومو كاينه بالنسبة لهنا لنا مريم كاين بالنسبة لي برودوي ديال لابيسين يعني دابا تنقولو لي برودوي لابيسين يعني تنقولو لي فيكخ ديال لانستالاسيون بلوس لي بونس ديالهم بلوس لي برودوي ديال لابيسين وطبيعي الحال غنرجعو تاني ونقولو بالنسبة لي زارتيكل ديال الجاردوناج. اها انت كاين حتى هذا كاخشيغ هذا طبيعي بطبيعة الحال وفيه بزاف ديال الموديلات للأسف ما عندناش مساحة كبيرة في نبريزونتوهم كاملين يعني حاطين واحد جوج موديلات والباك راه ديسبونيبل. كلشي كاين ما شاء الله. اها وهنايا كاين هاد لو كوتي خاص بالكارلاج. الكوتي هنايا غادي اليمين ولا اليسار الاغلبيه ديالو خاص بالكارلاج. غادي نديرو عليه فيديو غنديرو فيديو خاص بالكارلاج باش نوريكم سي جاودي ان شاء الله جميع الموديلات اللي عنده. كاين موديلات ديال ليطالي وكاين موديلات ديال الاسبان مقطعين باللازير. كاين العجب المتعجب غير جيو. كاينه توكيا كاينه ليطالي كاينه الاسبان والحمد لله كي تنقولها وتنعاودها دابا جوج في متناول الجميع. لان دابا كاين دي بروموسيون اول حاجه لاخر العام وثاني حاجه الحمد لله كاين وفره ديال المنتوج وفره في السوق موجود. ندوزو عاوتاني نشوفو تفضل هبا المكازا اولا الكونطوار ماشي مكازا. هنا شنو ما هادو السي جواد هادو لي بومباج عندنا لي بومباج ديال الضخ يعني ديال السوربريسور يعني على حساب الدفع للناس اللي عندهم مثلا واحد الديبي اللي هو ضعيف وكاين لي بومباج ديال هذا ديال البير ديال البير مثلا دابا هادي ديال البير مثلا هادي ديال لي سوسول يعني مثلا الانسان اللي عنده مثلا السوسول الواد الحارجه في النيفو طالع يستعمل لي بومب هادو باش يتخلص من النفايات يعني هادي فيها في نفس الوقت مضخه ديال الدفء وفي نفس الوقت فيها واحد الاله تطحن. هادشي ما كيفهموش فيه العيالات هذا غيفهموا فيه الناس ديالنا الرجال بزاف طبيعي الحال. لي بومب سوف بريسور يعني بزاف ديال الموديل. انا خديت وحده من هانيت كبيره دابا نصورها لكم. وطبيعي الحال فاش نقولوا جاردينج يعني جاردين خينا فوق كل ما كل ما في ما تحركتي اي حاجه متعلقه بالبوزوان ديالك كيلقى توجد. ولي بينوار البنات ها هوايا جميع الاحجام حتى هما يشتهم. وغادي ندوزو للدوشات الروعه. هادو بدا كان الدوشات لالا مريم اها تنفضل ان نكملو الكورتي اندستريال. ايه ما تمناش تفضلوا معايا. هنا كاين هادشي ديال لي شوديير اون جينيرال. اول حاجه ما قدمتش لك اللي حنا هنا التخصص في لا بلومبيري اون جينيرال يعني من ا تال زد. ثاني حاجه هنا عطيني لا ميم شوز بالنسبه لا شوديير يعني فاش غنهضرو على الشوفاج هنا غنهضرو على جوسكا زيد يعني الشوفاج لانستالاسيون بور لو شوفاج لي كوليكتيف بور لو شوفاج يعني اي حاجه تعلق بالشوفاج سونترال هنا الحمد لله سواء اللي تيخدم بالغاز ولا تيخدم بطاقه شمسيه. اسمح لي نقاطعك كنا شحال هادي كنمشيو لمراكش نجيبو هاد السلعه وكنا كنمشيو لكازا دابا ولا تبارك الله كلشي متوفر عندكم هنا يعني قربتوا لينا داكشي اللي خاص كلشي كاين حتى اللي ما كايناش كتجيبوها سيغ كوموند. تماما تماما وحنا دابا الطريقه باش نخدمو على لا مريم باش الناس اللي جاب الله جاو اللي ما تعاملوش معنا اول مره تناخذو تفضلي معايا شوفي دابا انا كاين واحد المجموعه ديال لي كاتالوج يعني اخر ما كاين في لي برودوي تنهضروش للمغرب تنهضرو بالنسبه للعالم كامل بصفه عامه يعني دائما الجديد دائما الجديد يعني تنحاش ما كايناش نحضروه والحمد لله دابا حتى بالنسبه لابورتاسيون ما بقاش تعطل كيف قبل. ولا يعني كان دابا جا شي واحد شي كليان مثلا بغا شي برودوي متميز يبدا اقصى تقدير يعني ثلاثه السيمانات نحضروه عليه ايوا اقصى تقدير تجيب لامبورتاسيون يعني الا كانت محليه تجي في 24 ساعه الا كانت مثلا ما كاينش في ستوك فورنيسور يعني اقصى تقدير ثلاث اسابيع تنحضروها. وطبيعي الحال كاين ليكترو ميناجي اييه لا اوت انا شفتها هادي انتي بريزونطاسيون الناس اللي كيخدموا معنا كيعرفوا الطريقه باش نخدموا ايه لان احنا اغلبنا كنخدموا مع لي غران سوسيتي ولي بروموتور يعني البروموتور فاش يجهز الدار ديالو تيقاد اغلبيه لي كويزين ايكيبي اللي ولات دابا على مود يحتاج لي زيكيبمون
ديال ليكترومناجي. اها. وفي هادو تا هو عندي فيهم واحد بوز. هادي غير ان بيتيت بريزونطاسيون، يعني كاين عندكم الا بغى شي حد سيركوم شي حاجه سيركوموند شي كاتالوج شافها تجيبوها لي. طبيعي الحال كاين كاتالوج تخدموا فيه سيركوموند. داكوغ اوكي. اها. يلا ندوزو ل من بعد نرجعوا للابلومبوري والاخر في السانيتير، يعني عندنا بزاف ديال لي كام هادشي هادشي تبارك الله ديال السانيتير سواء لي بورسونيل ولا او نيفو ديال لا روبينيتري، يعني بزاف ديال الموديلات. هادو شوف دابا تاخدي غير فكره على لي كولون دو دوش تقريبا ازيد من 20 ريفيرونس. يلا نبريزونتي تقريبا انتيغ ولا انا بدا حمقوني هادوك الكحلين هادوك بزاف ديال الموديلات ما عندناش لي سباس نحطوهم لان اغلبيه تخدموا بهم السكون تاعهم. ولكن عندكم جميع الاثمنه، يعني كترضيو جميع الاذواق. يعني ما تخلعوش من الاثمنه، اللي الاثمنه اللي بغيتوها راه كاينه، وكتكون اثمنه نازله زائد لا كاليتي، يعني كتكون واحد الكاليتي اللي هي ممتازه، ما غاديش تحاشموا معها نهائيا، هو ما غاديش يتحاشم مع الكليان ديالو، ما غاديش يبيع لكم شي حاجه اللي غتندموا عليها من بعد، ولا اللي غادي تقولوا، يعني هو غادي يبيع لكم حاجه اللي كسبكم كزبائن باش ترجعوا عنده. والاغلبيه ديال الزبناء ديالنا على المريم باش يكون واحد الثقه بيننا حنا كبائعين وهما ك مثلا الكونسوماتور. يعني دائما نديرو واحد القضيه ان نديرو ضمانه بعد البيع، يعني ديكون دائما سي ساكري فونت، يعني تانتو مثلا واحد 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 البرودوي بجوده عاليه وهذا الشيء راه جديد تماما تماما اللي هو جد جد مناسب باش كابون تمشي مرتاح وتكون كيكون مطمئن تماما. لان هذه هي القوه ديالنا حنا دابا متميزين الناس الاخرين في السوق، خصنا نبنوا واحد الثقه بيننا وبين الزبناء ديالنا. دابا كاين هادو لي تواليت اللي ولاو جداد، دابا ولاو جداد ولاو تماما مناسب مقارنه مع قبل. ما بقيتوش تخلعوا من الاثمنه بزاف ديال الماركات. وبالنسبه لافونتاج اللي هنا في هذا المحل، اي برودوي دار جديد تنختاروا واحد المجموعه ديال لي تيكنيسيان ولا لي بلومبي مثلا تخدموا معنا، تنحاولوا نصيفطوهم باش يتكونوا بحال مثلا هاد تيسي مثلا. واحد الماركه اجنبيه المون تقريبا حاليا بلاسي احسن ماركه كاينه دابا حاليا في المارشي، قبل كان بزاف ديال لي مارك دابا ولات هادي. ولقيت فاش داروا لهم الفورماسيون بالنسبه للمنتوج باش عرفوا ليه، لقينا بانه كيستاهل انه نخدموا فيه باش حنا نكونوا في الثقه ديال الزبون ديالنا من ناحيه الثمن، انه باش نوصلوا ليه بواحد الثمن اللي هو مزيان. ومن ناحيه البلومبي اللي ركب لهم هادشي هما مطمئنين، يعني شي حاجه تمام وتواكبوا معاه الطريقه اما كيفاش ركبوا ولا كان شي مشكل عالجوه معاه بطريقه سلسه. ايوا له لا يحاشم. وهنايا لي كوفرفور عندكم شي فليسات للاسف جيتي في هاد لابريود ديال كورونا ما بقاش نلوشو فيهم بزاف، لان دابا الاخر العام ولي فونتير قراب، يعني ما كاينش لو شوا، قبل كان اكثر ان شاء الله غيكون جديد. ودائما انت رافيت منك زرتينا بزاف ديال المرات، دائما تنفاجئك دائما بالجديد بالجديد في الاثمنة. واه راه هادو ليكيب ديال الكونتوار سانيتير. هنايا في كاينين لي زوطخ برودوي، كاع داكشي اللي خصكم راه موجود. هادي لا فيترين، حنا غادي نديرو ليكم فيديو غير لا بريزونطاسيون، غادي من بعد غادي نديرو فيديو خاص على الكارلاج وعلى حليمة. الحمد لله طلع ليا في المشاهدين ديالي ملي جيت قدام عندكم. مرحبا بكم رشيدة. اهلا مدام مريم، صباح الحمد لله طلع ليا في الناس ديالي ملي جاو عندكم ان شاء الله. مرحبا وايوب حتى هو. اهلا مريم ان شاء الله. مرحبا.